أهلا بكم. للأزمة الأوكرانية تداعيات جيوسياسية وصلت إلى المنطقة العربية، فالحديث عن انسحاب القوات الروسية المتوقع من بعض المناطق في سوريا أثار مخاوف الجارة الأردنية من أن تملأ إيران والجماعات المسلحة التابعة لها هذا الفراغ، الأمر الذي حذر منه العاهل الأردني مرارا خلال الأشهر الماضية. فما الجديد؟ مرة أخرى يعبر الأردن عن قلقه من تنامي نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران على طول الحدود السورية الأردنية. فالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في مقابلة نشرت اليوم إن بلاده تواجه هجمات على الحدود بشكل متكرر من قبل من وصفهم بميليشيات لها علاقة بإيران، معبرا عن أمله في أن تغير طهران سلوكها، لا سيما بعد أن أصبحت الاشتباكات مع القوات الأردنية شبه يومية. الجديد في حديث ملك الأردن هو الإشارة إلى أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح المتزايدة يتم توجيهها إلى دول أخرى، فالأردن أكد أن 85 من حجم المخدرات المضبوطة معدة للتهريب إلى خارج المملكة بحسب وزارة الداخلية. وحول إقامة تحالف أمني عربي طرح قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، قال الملك عبد الله الثاني إن مصادر التهديد التي تواجهها المنطقة مشتركة، ما يتطلب إنشاء منظومة عمل دفاعي عربي وتنسيقا وعملا طويلا مع الدول الشقيقة. إلا أنه في نفس الوقت شدد الملك عبد الله أثناء المقابلة على أن بلاده وجميع الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. العاهل الأردني عبد الله الثاني كان قد سبق وحذر إذن خلال الأشهر الماضية من الفراغ في سوريا وملأه من جانب حلفاء إيران، بما يشكل بالتالي خطرا على أمن بلاده وأمن المنطقة. نتابع. From the Jordanian perspective, the Russians are on our border in Syria, and so that is part of our calculation. The Russians play a role in the quartet. Peace process between Israelis and Palestinians. So they are active international players. And again, it'll be very interesting to see post-Ukraine, if we can put it that way, where the Russians are in Syria. They were, I think, the predominant force. I know that now that gap is being filled by the Iranians. That quite possibly will create more insecurities in the region. So that's something that we have to look at. وفي لقاء مع شبكة CNBC منذ نحو شهر، كان العاهل الأردني قال أن بلاده تواجه مشاكل مع ميليشيات شيعية على الحدود مع سوريا. Obviously, since the conflict started, there's been less of a Russian presence in Syria, and as a result, we've had more problems with Shiite militias creating problems on our borders, drug smuggling and weapons smuggling. ISIS has arisen. So again, the question is where are the Russians going to be in Syria? From the Jordanian point of view, they were essentially an essence of calm. خلال العام الحالي شهدت الحدود الأردنية السورية عدة توترات بسبب عمليات التهريب. نعرض لكم أبرز محطات التوتر. حرب غير معلنة تواجهها القوات الأردنية على حدودها الشمالية مع سوريا وصفت بحرب المخدرات، فمنذ بداية عام 2022 لاحت بوادر الخطر على الحدود الأردنية السورية عقب إعلان الجيش الأردني عن مقتل أحد ضباطه إثر اشتباك وقع مع مهربين. وفي فبراير عام 2022 أعلنت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها العاملة عند معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا أحبطت محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كابتاغون تقدر كميتها بمئتي ألف حبة، وقالت إن جماعات مسلحة متورطة في تهريبها. بعدها بأشهر وفي الرابع عشر من شهر مايو الماضي أعلن الأردن عن إحباط محاولة تهريب المخدرات إلى أراضيه عبر طائرة درون، ليأتي بعدها بأيام تصريح من الملك الأردني عبد الله الثاني أكد فيه أن الوجود الروسي في جنوب سوريا
كان مصدرا للتهدئة، وأن الفراغ الذي ستتركه كان لانشغالها في أوكرانيا ستملأه إيران ووكلائها. تصريحات مماثلة جاءت من الجيش الأردني الذي أعلن في 24 من شهر مايو أن عناصر مسلحة مدعومة من طهران تكثف محاولاتها لتهريب مخدرات بمئات الملايين من الدولارات عبر الحدود الأردنية، وأكد أنه يواجه حرب مخدرات حقيقية عند الحدود. وفي 24 من يونيو الماضي أكد الملك الأردني مجددا أن بلاده تواجه مزيدا من المشاكل مع ميليشيات الشيعية على الحدود مع سوريا مثل تهريب المخدرات والأسلحة. بعدها بشهر أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران. نذهب الآن إلى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. هذه التغريدة لسعود قال فيها على تويتر: يبدو أن إيران حددت هدفا جديدا وهو الأردن، حيث تحاول يوميا تهديد أمنه واستقراره. يجب ردع إيران قبل أن يتوغل سمها أكثر فأكثر في المنطقة. أما صالح أبو أحمد فقال: إيران تعلم جيدا أن العرب مشتتون ولا يوجد أحد يستطيع أن يردعها عما تقوم به، لذلك تجرأت بالتدخل في شؤون الدول العربية. كذلك سعود بن عبد الله في تغريدة أخرى يقول: على الأردن تدمير أي مقر للميليشيات الإيرانية على حدوده، اضرب بيد من حديد، فالدبلوماسية لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه اللغة التي تفهمها إيران. للمزيد من النقاش حول هذا الملف أرحب بضيوفي. معي من عمان عبر زوم الدكتور عامر السبيلة، رئيس معهد دراسات الأمن وزميل غير مقيم في مركز ستيمسون للأبحاث. كذلك أرحب بضيفي من طهران عبر الأقمار الصناعية سيد سياوش فلاحبور الأوبور، الباحث في مركز الدراسات السياسية والإعلامية أهمشري. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عامر، بداية هل أبلغ برأيك الجانب الروسي الجانب الأردني بخفض وجوده العسكري على حدوده الشمالية للأردن، ما أثر بالتالي مخاوف الأردن، أم أنه قلق العاهل الأردني هو فقط نابع من تطورات تحدث على الطرف الآخر من الحدود؟ أولا مساء الخير. هو بلا شك ما القلق الأردني ناتج عن قناعات وعن معلومات. أولا الأردن مطلع تماما على ما يجري في الجنوب السوري منذ بداية الأزمة السورية، يعني هو عنده متابعة استخبارية مهمة لهذا، لأن بارتباطه الكامل بالحدود الأردنية فبالتالي هو مطلع تماما. استطاع في فترة معينة أن ينجز اتفاق روسي أمريكي في موضوع مركز التنسيق والمراقبة، واستطاع أن يضمن هذا النوع من التوازن. الأردن بدأ يشعر الآن بأنه الاهتمام الروسي نظرا للحرب في أوكرانيا وتبعاتها بدأ يقل، وبدأ يأخذ فكرة الأولوية، أي أن روسيا أولوياتها اليوم باتجاه الساحل، باتجاه تثبيت النظام، باتجاه يعني شمال شرق سوريا على حساب الجنوب السوري. كل المعلومات كانت تقول أن روسيا لم تعد كما كانت فاعلة في الفترات الماضية، حتى الميليشيات التي كانت تعتبر موالية لروسيا أو روسيا التي تصرف عليها فعليا لم تتلقى أموال في فترات في الشهور الماضية، وبالتالي دخلنا في خطر أن تكون الآن أصبحت هذه المنطقة منطقة استقطاب بالنسبة لهذه الميليشيات، ومنطقة يعني تثير شهية لنقل الكثيرين للدخول إليها من ميليشيات متعددة كما تعلمي، لأن هذه منطقة مهمة تصل إلى نقطة المثلث الحدودي، التشارك الحدودي العراقي الأردني السوري، وبالتالي هي منطقة فعليا قد تكون مركزية في موضوع الانتقال، تهريب السلاح، تهريب المخدرات، وحتى إذا ما افترضنا أيضا اختراق الداخل الأردني. فالأردن يدرك أنه هذه مرحلة حساسة، تغير الأولويات بالنسبة لروسيا، عدم اهتمام روسيا كما كان بالفصائل التي كانت توليها ذلك الاهتمام، هذا يعني أننا دخلنا في مرحلة يعني خطر يعتبر الأردن. هذا قد يكون التفسير الحقيقي أكثر من فكرة أن روسيا تعلم الأردن، لا، على العكس تماما. أعتقد أن روسيا غير معنية بإعلام الأردن بأي شيء، لأن روسيا اليوم تنظر أيضا
من زاوية روسيا إلى صراعها مع الولايات المتحدة. لا تنسي أن الأردن حليف أساسي للولايات المتحدة، هناك تواجد عسكري أمريكي أيضا قريب من هذه المناطق، وبالتالي يعني مثل هذه الأمور استراتيجيا قد تفيد أيضا روسيا، باعتبار أنه خلق مثل هذه المشاكل قد يعيد الأردن لضرورة التحاول وتفعيل قنوات اتصاله مع روسيا. نعم سيد سياوش، أن تتحول منطقة جنوب سوريا إلى منطقة تهريب، إلى منطقة تجارة في المخدرات وإلى ما هنالك، هل هذا يعني أنه إيران غير مسيطرة على الميليشيات الفاعلة والناشطة في تلك المنطقة، أم أنه في نيتها أن تدير هذه الأعمال؟ بداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد أن هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي تأتي خلفها يعني تعكس مخطط أمريكي عربي لفتح ملف جديد أمام إيران، وهي ليست بالضرورة ولكن هي ليست حملات إعلامية، يعني نحن نتحدث عن وقائع يقدمها الجانب الأردني من عمليات ضبط لمخدرات وإلى ما هنالك. صراحة أنا لا أعتقد كذلك، وليس هناك يعني تقارير مرتبطة بما يجري على الأرز ووثائق وأدلة منطقية حقيقية تثبت لنا وتظهر أن فعلا هناك جماعات ميليشياوية كما يعني يتم تصويرها في وسائل الإعلام العربية والغربية، مرتبطة بطهران بنحو أو بآخر، تحاول خرق الأمن الأردني وفتح ملف جديد. أصلا يعني ليس هناك أي ضرورة تدل على يعني إرادة طهران وإرادة من قبل أي جبهة مرتبطة بطهران لفتح ملف جديد يعني تحدي الأمن الأردني. لماذا يعني شو السبب؟ أنا أعتقد أن يجب أن نشير إلى أن العلاقات الإيرانية الأردنية منذ الثورة الإسلامية علاقات معقدة جدا، يعني لا يمكن ولا يجب تحليلها وفق المعادلة الصفرية أو منطق الأسود والأبيض. بالتأكيد يعني هذه التصريحات وهذه التقارير تظهر أن الأردن بالتأكيد تقف في معسكر وخندق خصوم طهران في المنطقة، هذا أنا أعترف به، ولكن يجب أن نراجع الأسباب. يعني الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة، ولكن هل بإمكانك أن تنفي وجود إيران قربية أصلا في سوريا عبر جماعات مسلحة وأنه هي فاعلة في هذا الملف؟ هذا أمر يعني معروف، يعني لا يمكن لأحد أن ينكره. وجود إيران في سوريا مرتبطة بقرار القيادة السورية، يعني إيران وأي جهة مرتبطة بطهران لبت الدعوة العربية للنظام الشرعي السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد، وهو النظام الذي الآن يؤيده القرار الإماراتي والقرار الأردني والقرار السعودي. يعني هذه الدول أغلبيتها الآن طبعا تؤيد الحكومة الشرعية السورية وتعتبر القوة التي عرزت هذه الحكومة الشرعية وقاتلت الرئيس بشار الأسد خلال العقد الماضي والسنوات الماضية، تعتبر هذه القوى إرهابية أو على الأقل محددة للأمن الإقليمي. فيعني ممكن أن نتصور لو لم تكن هناك يعني إيران أو القوى المتحالفة معها ماذا كان سيحدث في سوريا. ولكن بعيدا عن هذا، أنا أعتقد كما يعني أشرت الحضور الإيراني، المستشارين العسكريين وأيضا الجهات المتحالفة مع إيران، نعم، مرتبط بقرار القيادة السورية الشرعية، ويعني لتوفير الأمن في كل مناطق سوريا، في جنوب سوريا، في دمشق، مناطق أخرى. وإذا انتهت الحاجة لحضور هذه القوات لتوفير الأمن، فهذه القوات ستقادر سوريا فورا. هذه هي نفسها القوات التي لبت الدعوة السورية الشرعية، يعني يجب أن نتذكر هذا. نعم. عندما خلت كثير من دول العربية الشرعية السورية أمام الإرهاب، على كل حال نحن الولايات المتحدة مش استخلت يعني دعمت الإرهاب في سوريا، إيران والقوى المتحالفة معها دعمت الشرعية، ولكن نحن نناقش هذه الزاوية المتعلقة بما يجري على الحدود الشمالية في الأردن مع الجنوب السوري. سأترك الرد للدكتور عامر عما تفضل به السيد سياوش، يبدو أنه هو يقلل من قلق الجانب الأردني مما يجري على حدوده، ما ردك؟ وكذلك كيف من الممكن أن يحمي الأردن حدوده الشمالية مع سوريا؟ يعني أولا هو ضيفك الكريم من طهران يعني لا يجوز أن ينفي بهذه الطريقة، لأنه نتحدث أيضا عن
شهداء قدمها الجيش العربي الأردني في الفترة الماضية نتيجة هذه الصدمات. ويعني أن يكون الأردن مستهدف بهذه الطريقة يعني لا يحتاج إلى تقارير، لا أعتقد يعني أننا بحاجة إلى تقارير لتقنع الآخرين بذلك. يعني الجيش العربي الأردني اليوم على يواجه أخطر من مرحلة داعش، لأننا نتحدث عن تطور لافت في الوضع الأمني في الجنوب السوري، كثرة اللاعبين، اختلاطهم، اختلاط الإرهاب بالجريمة، وبالتالي أصبحت الأمور أكثر تعقيداً. لهذا أعتقد أنه لابد من عدم التقليل من هذا الخطر الذي يواجه الأردن. إذا كانت إيران تريد أن تنفي عن نفسها ذلك، أنا أعتقد هناك عدة طرق لنفي ذلك، لأنه إيران اليوم عندها معضلة حقيقية ويجب أن تسأل نفسها، لماذا لم تتحسن علاقتها مع كثير من الدول؟ لماذا تبقى متقوقعة في زاوية تمارس فيها بحالة من الاستعلاء كفرض روايتها ورؤيتها والتقليل من أهمية ورواية الآخرين؟ لا، الإيران تستهدف الأردن، بلا شك تستهدف الأردن، هذا استراتيجيا. هناك إرث أمني سابق نعلمه. أنا لا أريد أن أعود لخطاب مماثل لصديقنا من طهران في الماضي، أريد أن أتحدث عن المستقبل. الإرث الأمني كبير يمنع القدرة على تطوير العلاقات بلا شك. إيران تستهدف الأردن، بلا شك تستهدفه كساحة، لأنه يهمها أيضا استراتيجيا في موضوع الطوق باتجاه إسرائيل من غزة إلى جنوب لبنان إلى الضفة الغربية. هكذا تكون إيران قد حققت استراتيجيا سياستها أو ما ترغب به في موضوع الوضع الأمني في الضفة الغربية. لكن اليوم نتحدث عن مستقبل، نحن لا نريد أن نكيل اتهامات، نريد أن نقول كيف تقدم إيران اليوم بالنسبة لدولة مثل الأردن بوادر حسنية. أعتقد هناك طرق متعددة. اليوم إيران تقوم بالتواصل مع السعودية، في هناك تطور لافت في العلاقة، هناك أيضا مع الخليج تطور لافت، العراق تطورت علاقته مع الأردن وهو يعد اليوم وسيط. أعتقد أنه كثير من الأمور اليوم يمكن أن نستند عليها لتحسين هذه العلاقة، لأنه لا نتحدث عن علاقة صدامية. هي مع إيران مع الأردن ليست علاقة صدامية بصورة مفتوحة، هي علاقة صدامية نتاج التحولات في هذه المنطقة ونتاج لكل ما رأيناه من سقوط النظام العراقي إلى الوضع في لبنان إلى سوريا وإلى الضفة الغربية وحلفاء إيران في غزة والضفة. وبالتالي نريد اليوم أن نقول أنه يمكن البدء فعليا في البحث عن أرضية مشتركة تنهي كل هذه الخلافات وتبنى على أساس حسن نية. أعتقد أن الكرة في الملعب الإيراني. بالنسبة للأردن، يعني الأردن هناك تقصير أيضا، وأريد أن أعترف بذلك، هناك تقصير في فهم طبيعة وتركيبة الوضع في إيران، هناك تقصير في أيضا استيعاب كيفية تطور هذه العلاقة وتطويرها منذ سقوط نظام صدام في العراق. يعني هناك معضلة في كيفية أيضا التعاطي مع إيران. يجب أن نعترف أن السياسة هي سلسلة من المتغيرات، وعلى الأردن أن يعرف أيضا كيف يتعامل مع هذا الوضع وكيف يحمي حدوده. أما بالنسبة لسؤالك عن موضوع الاستراتيجية، أعتقد أن الاستراتيجية اليوم بعيدا عن ما قاله الملك عبد الله في موضوع دفاع عربي مشترك، الاستراتيجية يجب أن تبدأ باستراتيجية أردنية فردية، لأن الأردن يواجه هذا نتاج للجغرافيا، يواجه هذا الخطر نتاج للتحولات التي المرتبطة بموقعه حقيقة. وبالتالي هو معني بتطوير استراتيجية أمنية استخباراتية دبلوماسية. أي على كل حال يجب أن تعود. لو تسمح لي دكتور عامر، سنتحدث عن هذه الجزئية اللي كنت تتحدث عنها المتعلقة بالاستراتيجية الأردنية المطلوبة في هذه المرحلة الراهنة، وكذلك علاقات إيران مع الأردن ومع دول المنطقة والتحديات ربما اللي يواجهها الأردن. كل هذه العناوين سنناقشها معكم ضيوفي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا ابقوا معنا، أهلا بكم من جديد. أعود للنقاش مع ضيوفي وأذهب بهذا السؤال للسيد سياوش. إذن سيد سياوش، اليوم هناك دعوة من دول المنطقة والآن من جانب العاهل الأردني بأن تكون العلاقات جيدة مع طهران وأن توقف طهران هذه السياسات والتدخلات في شؤون دول المنطقة. وكذلك ضيفي السيد عامر تحدث أنه الكرة اليوم في ملعب إيران. برأيك هل ستتلقف إيران إيجابيا هذه الدعوات وتبادر باستكمال ربما التنسيق على كافة الأصعدة، النقاش من أجل التوصل إلى حلول لهذه كل هذه الملفات العالقة؟
يبدو أنه فقدنا الاتصال مع السيد سياوش. أذهب إليك دكتور عامر، هل تسمعني؟ نعم أسمع. نعم، إذن دعنا نتحدث عن هذه الجزئية اللي كنت تتحدث عنها قبل الفاصل، هي استراتيجية الأردنية المطلوبة اليوم من الجانب الأردني. ما طبيعة هذه الاستراتيجية برأيك بشكل موجز لو سمحت؟ وهل بإمكان أن تكون أن يتم التواصل بين الأردن وإيران لحل هذه المشاكل العالقة على الحدود الشمالية للأردن؟ يعني باختصار هذه الاستراتيجية مبنية على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنها استراتيجية عسكرية، الأردن بحاجة إلى تجفيف منابع الخطر من أصله، وبالتالي ما يجري اليوم أيضا في الجنوب السوري يحتاج أن يقوم الأردن باستهدافه من أصله، وبالتالي هذا يتطلب من الأردن استراتيجية عسكرية مرتبطة باستراتيجية استخبارية، لأن التحولات التي تحدث الآن والقادمون الجدد إلى جنوب سوريا وتجدد عمل تنظيم داعش وظهور ميليشيات جديدة كلها تشير أنه يجب إعادة إحياء العمليات الاستخبارية. أما الموضوع الدبلوماسي أعتقد هو الأساس اليوم، لأن الأردن مضطر أن يفكر فعليا وحيدا قبل كل شيء، بمعنى أنه ما يجري في العراق وما يجري في سوريا على مدار السنوات الماضية أنهك وأتعب الأردن فعليا أمنيا عسكريا، وبالتالي هو معني بتطوير استراتيجية دبلوماسية تجفف منابع الخطر سياسيا، أي بمعنى أنه لابد أن يكون هناك علاقة جيدة مع سوريا اليوم على الأقل تنسيقية، هذه حدود مشتركة، هناك ارتباط كامل. على موضوع إيران لابد اليوم من تجاوز هذه الأخطاء السابقة بموضوع القطيعة والاستعداء، بمعنى آخر الأردن غير معني بمواجهة مباشرة مع إيران، لكنه معني بتبديد مواطن الخطر وإقناع الإيرانيين بعدم استهداف الأردن، لأنه عملية الاستهداف هذه أعتقد أنها عملية مستمرة لن تقف، يعني لأنه استراتيجيا بحاجة إيران أن توسع دائرة نفوذها في هذه المنطقة. هذه الاستراتيجية الإيرانية بطيئة لكنها ذات فاعلية، بدأت في نقطة معينة اليوم في موضوع بيروت إلى بغداد لكنها تستمر إلى أماكن أخرى. إذن إضعاف أيضا الدول التي تعتبرها إيران أعداء هو أعداء لها هي استراتيجية إيرانية. إذن الأردن معني بسياسة على الأقل دبلوماسية تجفف منابع القرار تصل إلى صفر خلاف، ولا نقول أن هناك انفتاح لأنه من الصعب أن يكون هناك انفتاح مع إيران بظل التركيبة الموجودة حاليا سواء في الأردن أو في إيران، لكن على الأقل فكرة القطيعة، عدم وجود سفير، عدم التواصل، عدم المضي قدما على الأقل في علاقة دبلوماسية ذات مستوى طبيعي، أعتقد أنه هذا يعني يشكل بالنسبة للأردن مشكلة يجب تجاوزها. سيد سياوش، في أكثر من مناسبة كان في دعوات من بعض الدول العربية بأن تتوقف إيران عن سلوكها العدائي مع دول المنطقة، وبأن يكون في دائما قنوات الحوار والتواصل مفتوحة مع إيران. اليوم ضيفي من الأردن الدكتور عامر قال إنه الكرة في ملعب إيران. برأيك هل ستتلقف إيران كل هذه الدعوات خصوصا في ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والحاصلة أصلا كذلك في العالم؟ لو سمحتم أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة جاءت في كلام ضيفكم الكريم. أولا هو أشار إلى اضطرابات أمنية في جنوب سوريا، اضطرابات بسبب كسرة اللاعبين، بسبب عدم وجود نظام أمني شامل. نعم بالتأكيد هذه أزمة موجودة، هذه أزمة نتيجة ونابعة عن سنوات من الأزمات التي للأسف الشديد المملكة الأردنية أيضا أسهمت فيها ولعبت دورا سلبيا فيها، حتى إذا كانت خلال السنوات الأولى، وإيران والقوى التي دعمت الشرعية في سوريا كانت تحذر من هذه النتائج. يعني بعد 10 سنوات من الأزمة ومن الحرب الأهلية طبعا هذا سيكون واحد يعني من أبسط النتائج، اضطرابات أمنية، عدم وجود نظام أمني شامل، وبحاجة إلى تعاون إقليمي وتعاون مع النظام السوري الشرعي لتجاوز هذه الأزمة. هو طبعا كرر الاتهام بشان يعني محاولات إيرانية لاستهداف الأمن الأردني. أنا صراحة لا أفهم على أي أساس نتهم إيران لاستهداف الأمن الأردني، لطالما نحن نعرف المعضلة الحقيقية للأمن الأردني هي جماعات جهادية وعلاقتها معروفة بالمخابرات لعدة دول عربية وتركيا وحتى المخابرات الأردنية، والحمد لله هي مسيطرة على الأمور. يعني لا أعرف على أي أساس نتهم إيران
وإيران تريد أن تستهدف الأمن الأردني على أساس أي قاعدة شبيهة، على أساس أي يعني نشاطات داخل الأراضي الأردنية. نعم. فعلا يعني اتهامات لا أساس لها، واتهامات يعني تأتي ضمن مخطط سياسي لفتح ملف جديد للضغط على إيران للأسف الشديد. ونحن يعني اعتدنا إلى يعني اتخاذ وتبني المملكة الأردنية مواقف بعيدة عن مصالحها القومية بسبب حاجاتها الاقتصادية إلى دول خليجية وإلى مؤسسات دولية IMF، البنك الدولي والدول الغربية للأسف الشديد. ولكن حول يعني الكرة في ملعب إيران، أو طبعا إيران كررت من زمان أن يعني هي تؤتي أولوية هامة إلى الحوار مع دول الجوار، مع دول إقليمية، والآن يعني تطورت محاولات إيران مع للمحادثات مع دول عربية خلال الأشهر الماضية، مع السعودية، مع دول خليجية أخرى بالتحديد الإمارات. وكما يعني جاءت في التقارير الأخبارية كانت هناك اتصالات مع الجهات الأردنية بوساطة عراقية. للأسف الشديد لطالما يعني ليس هناك قرار سيادي في بعض الدول العربية لا يمكن مراهنة على نجاح هذه المحاولات. إيران طبعا، ولكن كيف تفسر لنا تركز على القواسم يعني المشتركة؟ أنت تقول إيران إنه إيران لا تقوم بكل هذه الأفعال، ولكن بالتالي لماذا تنشر أذرعها في دول المنطقة، في بعض دول المنطقة؟ اولا حتى اذا يعني لو افترضنا يعني وهي موجوده في سوريا ولا يخفي على احد اصلا، يعني اذرع ايران موجوده في الاردن، يعني انا لا افهم يعني الاردن لم يقل انه اذرع ايران موجوده في الاردن، الاردن يقول انه الجماعات التابعه لايران في سوريا، كيف ايران تريد ان تستهدف الامن الاردني؟ انا اذا اذا انا ممكن افهم هذا يعني سيكون جيدا جدا، كيف بامكان ايران اصلا تستهدف الامن الاردني؟ كيف تفسر لنا عمليات التحريم يعني هذه المتزايدة عبر الحدود؟ إيران أولا، إيران من أكبر ضحايا تحريم المخدرات بسبب حدودها الطويلة جدا مع أفغانستان، وتدفع ثمنا غاليا من دون أي دعم من قبل المنظمات الدولية في جهد مكافحة المخدرات، تهريب المخدرات. وهذه الاتهامات للأسف الشديد تتهم الجهات التي فعلا هي السبب الرئيسي لعدم انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقتنا، يعني أيام اللي تخلت الولايات المتحدة عن دول عربية وتركتها وحيدا أمام جماعات إرهابية، كان حزب الله، كانت جماعات مقاومة أخرى هي التي وقفت أمام الإرهاب، وإيران التي وقفت جنبا إلى جنب النظام السوري الشرعي الذي أكرر اليوم جهات عربية بالصحيح يعني بشكل صحيح تؤيد هذا النظام الشرعي. للأسف هذه يعني الاتهامات مخزية ومؤسفة. على كل حال سأترك التعليق بسبب لو تسمح لي، يعني الوقت يداهمنا، سأترك التعليق للدكتور عامر تعقيبا على ما تفضل به السيد سياوش، وكذلك لو تسمح لي في الجزء الثاني كذلك سريعا نتحدث عن فكرة منظومة العمل الدفاعي العربي اللي طرحها العاهل الأردني، هل هي مهمة في هذا التوقيت، وهل من الممكن أن تكون قابلة للتنفيذ؟ يعني أبدأ من هذه النقطة، أعتقد أنها يعني نظريا هي مطلوبة، لأنه في النهاية يعني عندما نتحدث عن الخطر في هذه المنطقة، المخدرات في الأردن هي ليست فقط مقر، هي يعني أيضا ممر، وبالتالي هي تشكل خطر أيضا على دول الخليج وبالذات السعودية، لأن هناك استهداف للحدود السعودية في عملية هذه المخدرات إذا ما افترضنا أن هذه يعني لا تقف في الأردن. فهذا بحاجة إلى نوع من أنواع تطوير شكل العمل وتطوير التنسيق الاستخباري وأيضا العملياتي، لكن عمليا أعتقد أنه هذا موضوع صعب شوي في هذه المرحلة، على الأقل يحتاج إلى بناء كيمياء، بناء ثقة، بناء أيضا أولويات وطرق مواجهة. لهذا أعتقد أن التفكير يجب أن يكون فردي اليوم في هذه المرحلة على ضمان عدم اختراق هذه الحدود، والتنسيق الاستخباري الاعتيادي رفع سويته ورفع يعني قدرته على التعامل مع هذه الأخطار، لأنه فعليا المخدرات هي إشارة أيضا لوجود الإرهاب. أريد أن أكرر أن تزاوج جماعات الإرهاب مع جماعات الجريمة أصبح ظاهرة مهمة جدا يجب النظر إليها بطريقة يعني مهمة، لأنه فعليا اليوم تكون مخدرات غدا يكون إرهاب، هذه هي ما يجري في هذه المرحلة، إذن هو تزاوج خطير. أما في موضوع إيران، يعني أنا لا أريد أن أكرر اتهامات، لكن أقول إذا كان هناك نوايا على الأقل إيرانية يمكن البدء أيضا بالتعاون مع الأردن فعليا في عملية تبديد هذه الأخطار، بما أن هناك مستشارين إيرانيين في سوريا، هناك موجودين على الأرض
مطلعين تماما نعم. على ما يجري، وبالتالي يستطيعوا أن يقدموا بوادر حسن النية عبر هذه المعلومات أو التعاون والتنسيق. نعم، شكرا لكم ضيفي. كنت معي من عمان الدكتور عامر السبيلة، رئيس معهد دراسات الأمن وزميل غير مقيم في مركز ستيمسون للأبحاث. كذلك الشكر موصول لضيفي من طهران السيد سياوش فلاحبور، الباحث في مركز الدراسات السياسية والإعلامية هم شهري. شكرا لكم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.